اهلا بحضراتكم. يعني عمال افكر اقول لكم ايه، بصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه، لكن انا مش عايزكم تزعلوا. يعني دايما احنا فخورين بهذا الكيان الكبير جدا، الكيان اللي بيتحارب من كل حاجه. يعني الف مبروك على نادي الوداد، والف مبروك على الاتحاد الافريقي. بصراحه يعني تعبتوا قوي، والحمد لله يعني جنيتوا تعبكم. الحمد لله ان انتوا خسرتوا الاهلي بطوله، كاس عندنا منه كتير الحمد لله، عندنا بطولات كتير الحمد لله. الاهلي دايما يفضل في عينيكم وفي قلوبكم وفي دماغكم ومسيطر على تفكيركم. هو الاهلي كده، الاهلي قدره كده، الاهلي بياخد كل البطولات، لازم يتحارب من الكل عشان تروح منه بطوله. بايخه قوي يعني، يعني بطوله يعني بايخه قوي ان انتوا تعملوا لنا حكام كده، حكم 3 دقايق وقت ضايع، حكم بيتلكك، اللي هو قعدنا نقول حكم واحسن حكم وعنده تصنيف، حكم يعني مش عايز، يعني مش عايز اقول يعني كلام كده خارج بصراحه. لكن مبروك، مبروك على الاتحاد الافريقي هذه الكاس الجميله جدا، خدوها. مبروك على فريق الوداد اللي عمال يضيع وقت من اول ثانيه في المباراه. مبروك على كل الحاقدين والكارهين واللي حاولوا يوقعوا النادي الاهلي. مبروك على كل اللي بيتمنوا النادي الاهلي الخساره. الف مبروك عليكم هذه الكاس. الحمد لله، الحمد لله النادي الاهلي مليان بطولات. الحمد لله النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، وجماهيره عندها ثقه كبيره جدا فيه. الحمد لله على كل شيء. لكن انا اللي زعلان عليه بس يعني تعب اللعيبه، اللي زعلان في اخطاء، طبعا في اخطاء، لكن احنا طالما هو ده ادارنا، لو ما جبناش جوال هيجي فينا جوال، وهتبقى بفعل فاعل او باخطاء. يعني بصراحه اخطاء هنتكلم عليها اكيد، خطا تافه جدا وخطا اتكرر المباراه السابقه. لكن خلاص الحمد لله، خليكم فخورين دايما بناديكم، خليكم فخورين دايما ان يعني بصوا ما شاء الله البطولات يعني حاجه، يعني معلش معلش يعني اذا كنتوا انتوا زعلانين خلي بالك، خلي بالكوا احنا مقهورين جدا يعني. لكن القهره يعني في مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني في حاجه، في ايد بتتدخل علشان توقع النادي الاهلي، وباين قوي، باين قوي من المباراه السابقه، ضربه جزاء واضحه للكل، باين قوي من الحكم. يعني مدي 3 دقائق زي ما الكباتن بيقولوا، 3 دقائق لما ولعوا الشماريخ، 3 دقائق اساسا راحوا فيها 50 وقع للاعيبه الوداد اللي مش اي كلام، اي وقت بيضيع، حتى 3 دقايق ما لحقناش نلعب منهم دقيقه. فيعني مبروك تاني للاتحاد الافريقي، مبروك تاني لنادي الوداد، فريق عربي الف مبروك عليك. لكن معلش يعني ساعدوك ناس كتير، واي فريق كان هيوصل ضد النادي الاهلي كان هيساعدوه كل الناس. ما تفهمش ليه الاهلي عامل لكم صداع في دماغكم، ليه مش عارف، الاهلي تعبكم في ايه مش عارف، الاهلي دايما مشرفكم ورافع راسكم في اي مناسبه. المفروض تفتخروا ان في القاره الافريقيه اساسا والوطن العربي اساسا فرقه اسمها النادي الاهلي، لازم تفتخروا بكده، مش تحاولوا توقعوا فيه بكل الطرق بكل ما تملكوا. يعني جبنا الكابتن شطه على التليفون، يا كابتن شطه الحقنا، يا كابتن شطه حاضر وهنشوف ونعمل، يا جماعه الحقونا، يا جماعه الحكام من اول ماتش واحنا بنتعرض لظلم تحكيمي، ولا في اي حد، ولا في ولا حياه اللي ما انتوا نادي. لكن خلاص لو انتوا يعني مبسوطين الكاس راحت من الاهلي، خلاص مفيش اي مشكله. مبروك عليكم تاني وتالت ورابع هذه الكاس الغاليه على قلوبكم، ان انتوا خدتوها من قلب النادي الاهلي، من فريق كبير بحجم النادي الاهلي، فريق تعبكم وشغلكم وخليه شغلكم كده لغايه لما ربنا يريد. الف مبروك تاني ليكوا، وهارد لك لكل رجاله النادي الاهلي. معلش الجمهور النادي الاهلي، انا عارف انتوا زعلانين، وعارف انتوا متاثرين، وعارف ان الكاس كانت قريبه جدا مننا. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله الحمد لله يعني من هنا للسنه اللي جايه. اللعيبه ما تزعلوش، مجهودكم الحمد لله ربنا هو اللي رايد كده. كابتن حسام بدري يعني الحمد لله برده كان متعرض لظروف صعبه جدا جدا، مش ببرر. الحاجه الوحيده اللي طلعنا بيها مننا النهارده في المكسب، النهارده مكسب هذا اللقاء، هو عناق الكابتن او السيد المهندس محمود طاهر مع الكابتن محمود الخطيب، ودي اللي طلعنا بيها من هذه المناسبه، عوده الروح الحقيقيه النادي الاهلي بالرغم من كل اللي حاولوا يوقعوا في النادي الاهلي باي حاجه بقى من الحاجه، لكن كانت حاجه جميله جدا، وكانت صوره مشرفه بتبين قد ايه النادي الاهلي كبير، وقد ايه النادي الاهلي عظيم، وقد ايه النادي الاهلي لازم يسبب ضرر كده ويعني للنفوس المريضه. يعني ادخلوا كمان على الفيسبوك، للاسف للاسف يعني اخواتنا اللي احنا كنا بنتمنى لهم كل حاجه لما بيلعبوا في اي بطولات، بنتمنى لهم كل حاجه حلوه، وده يعني حاجه طبيعيه كبني ادم. يعني انا بني ادم طبيعي، لما اي فرقه من مصر هتلعب بطوله اكيد هشجعها، خصوصا بتمثل مصر. لكن للاسف لقيت على الفيسبوك كلام بصراحه ما يطلعش حتى من المغاربه نفسهم، لكن مش مشكله، هو الاهلي دايما حراق، الاهلي دايما حراق. فمعلش افتخروا بناديكم، عندكم بطولات كتيره جدا جدا، عندكم بطولات لا تحصى ولا تعد ما شاء الله. مش دي اول بطوله هتروح، ولا اخر بطوله هتروح، ولا اول بطوله هناخدها، ولا اخر بطوله هناخدها. فافتخروا بناديكم، ومعلش وان شاء الله خيرها في غيرها. رحب بضيوف الكرام مره ثانيه، كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك كابتن.
كابتن ربيع ياسين اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كابتن سمير كمون اهلا بيك. اهلا وسهلا. يعني انا عارف طبعا يعني اكيد زعلانين واكيد مقهورين, احنا جماهير والله جماهير والله العظيم. انا ما اتفرجت 5 دقائق على الماتش, عمالين نلف ولا الكباتن حتى, كلنا عمالين اساسا خايفين وعارفين ان في فعل هيحصل, عارفين بيبقى اذا كان في ارضنا في وسط جمهورنا الحكم لغي ضربه جزاء اللاعب ما يشوفها, فتخيلوا بقى في المغرب. بس احنا كنا الكابتن ربيع يعني كان يعني بيامل خير في هذا الحكم ان هو حكم مصنف وعمالين نقول, لكن بصراحه كابتن ربيع حاجه تكسف في خابت حاجه تكسف بصراحه. لو البطوله دي يا جماعه يعني لو البطوله دي انا بكلم النادي الاهلي والمسؤولين فيها, البطوله دي اساسا بتحرق دم جماهيرنا وبتحرق دم اللعيبه وبتحرق دم الجهاز وبتحرق دم الاداره, فيعني بلاش منها بلاش منها. يا اما تخلوا المباراه لو انتوا عندكم شجاعه, يعني لو انتوا عندكم شجاعه خلوا مباراه نهائيه, مباراه واحده بس في بلد محايد, يعني لا مصر ولا المغرب, لا مصر ولا الجزائر ولا مصر ولا تونس, والحمد لله الاهلي دايما طرف في البطولات والاهلي دايما هو اللي مشرف مصر اساسا الحمد لله. يعني غصب عن اي حد بيتكلم, غصب عن اي حد بيفتح بقه, غصب عن اي حد بيكتب, غصب عن اي حد في الاتحاد الافريقي, الاهلي كبير غصب عن اي حد. لكن انتوا لو انتوا عندكم فعلا يعني من الجرأة خلوا المباراه واحده بس وخلينا نلعب راجل الراجل, مش لازم يعني ايادي كتير كده يعني حرام يعني. اتفضل يا كابتن. لا انا عاوز اقول قدر الله ما شاء فعل.